خلينا نعمل تيست على اوبزرفابيلتي السيستم فول ستيت كنترول. بدنا نشوف انه هو فول ستيت اوبزرفابل. فعندي ان شو بتساوي سي وسي اي سي شو كانت بتساوي 2 1 سي اي. انا هون مطلع جواب نهائي. خلينا نضربها ونشوف سي اي. سي عندي هي سي راح اضربها في اي، فعندي هون 2 1 راح اضربها في هاي شو راح تعطيني ناقص 3. وبعدين راح اخذ هاي واضربها بهدول الاثنين راح تصير 2 في 1 ناقص 4 ناقص 2. نفحص هلا ان عندي 2 في ناقص 2 ناقص 4 ناقص ناقص 3 زائد 3 ناقص 1 وهذا لا يساوي 0. اذا system is full state observable. ما دام صرنا ماشيين هون خلينا نطلع ايش؟ تي او. راح احتاج تي او هون لانه السيستم مش باي فورم، مش بالاوبزرفبل كانونيكال فورم، فلازم اطلع التي او. حتى نطلع التي او بدي اطلع دبليو. دبليو اوريدي عندي مش هيك؟ كانت كنا مطلعينها تحت، هي 4 1 1 0 وان عندي موجوده هون، فبصير عندي تي او ماينس 1 تساوي دبليو ان مش هيك؟ دي كانت ام دبليو، هاي دبليو ان هون بيطلع معي انفرس. فنضرب هلا دبليو في ان وين ان هي ان، فرح ناخذ هذول نضربهم في بعض 4 1 في 2 4 في 2 8 ناقص 3 5. بعدين عندي 4 1 4 في 1 4 ناقص 2 2. اتاكد انه شغلي مضبوط من هون 5 2 مضبوط. بعدين عندي هون هذا راح يطلع عندي 2 و1 مضبوط، فبتطلع 5 2 2 1 اوكي. بس انا مش هاي اللي بدي اياها، مين بدي؟ فبدي تي او بتساوي بدنا نطلع الانفرس. خلينا نطلع الديترمنت 5 في 1 4 5 في 1 5 ناقص 4 1 اذا هي الديترمنت. بعدين راح يكون عندي هذا 5 مضروب في بلس ايش بحط محله؟ 1. بعدين عندي هذا مضروب في ماينس بحط محله 2 وترانسبوز. انا شملت الترانسبوز اني بدلت هذول، فالمفروض الصحيح انا شو كنت اعمل؟ بدل 1 بدل 1 5 ايش هو؟ 5 و1 بدل 5 و1 واضرب بعد سالب 2 يعني دكتور 5 بصير بدل 1 و1 بدل 5 5 1 اوكي ماشي. هاي راح تصير عندي 1 وهي 5 بتطلع معي هون ناقص 2 ناقص 2 فتساوي 1 ناقص 2 ناقص 2 5 اوكي. الخطوه اللي بعدها بدنا نطلع الديزاير بولز تبعت الاوبزرفر.